ايه سافا خلص ملت مرة انه ما عم بشم الشرط اذا خلصتوا خلص الفاين. ايه اذا بدكم روحوا عملتوها مع مستر مشكلة ما عملتوها عزوز اللذيذ خلص مرة الاسفاين يا صبي سرحت ها بإيديكي بإيدي وخلينا نلعب بكرة خلينا نلعب بكرة نرقص ونغني يا صبي Yes, of course. شو قصة الضحك اليوم معكم؟ لا لا هو سرح سرح ما يعني دخلت الأغنية و... وانت شو عامل محامي اليوم؟ لا عشان شفته عشان شفته ايه بس ما بحب اشوف شغلة صارت قدامي وما اقولها اكيد شو؟ ما قصدي يعني ما بدي اعرف عنه ولا شيء شفته اهلا قعدوا محلاتكم قعدوا قعدوا محلاتكم قعدوا محلاتكم ميشيل شو؟ مثل ما اتفقنا يلا بس بعد ما بعرف كيف العب فيها يعني بتقدر اسمعها مرة بس عم تصلح وميتا نرقص يا صبي تانيا طلعي لك وحياتك مش عم تغير شيء طلعي طلعي هلا شو كيف تغير لا طلعي لفوق لعنده والله ما رح تغير عادي محبس اذا طلعت فيها بتطرب بس ما عليه يلا يلا طلعي طلعي امي بس مضطرين يعني هلا اوكي هلا مش عارف زيادة ايه عال عن جد مش عارف مش ما يلا ميش 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 لا عن جد مش عم تزعل ما بينفع ما بينفع انا ما برتاح ما برتاح مش طلع فيها انا طلع فيها ما برتاح اطلع فيها وغني ما بقعد ركز على الغنيه طب مين ما لا لا ما ولا حدا يعني بس قلك لك هيدي هي ما بتزبط معي عن جد يعني بدي مع انكم كونستيبي بتحطوا الاشياء براسكم شو كونستيبي you don't let go شو خلص بستحي منا يعني؟ بستحي منا قصدك؟ ما بعرف هيك كونستيبي؟ ما بعرف نقيت البنت الغلط تستحي منا والله ما فيش بنت تستحي منا اصلا؟ لا انه حتى يعني بالاخص يعني شو الموضوع فاتحينه هنيك؟ شاركونا لا بس اسمه هيك بس قاعد كلمة فرنسي اقول لها لا انجليزي انجليزي؟ انجليزي؟ انجليزي ده بيهرسي ميشيل كون مور لايت مور فن ها